إيمان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة بأدوار المرأة والشباب تمت ترجمته باستضافة الجامعة لمؤتمر المنتدى الدولي العربي لتعزيز دور المرأة والشباب في العالم العربي كمحفز للتغيير والذي استقطب أبرز القادة على المستويين العربي والدولي. هناك عناية خاصة بالنشئ وكذلك بالأسرة، ونحن من خلال هذا المؤتمر إذا كان أحد يستفيد من هذا المؤتمر فنحن في الشارقة نستفيد منه 100%، لأن سيحدث كل المؤسسات التي كنا نعمل بها على مدى 25 عاما لا بد من تحديثها ولا بد من إيجاد أسلوب الحديث في المعاملة في الارتقاء بالبشر الموجود ها هنا في هذا الجزء من العالم إلى أن يصل إلى مستوى الحضارة العالمية. تصريح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارة جاء عقب افتتاح مؤتمر المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي يجمع بين أبرز المهتمين والفاعلين العرب والدوليين في مجال تعزيز دور المرأة والشباب في العالم العربي. الدكتور بيتر هيث مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة عبر عن شكره للمنتدى العربي الدولي للمرأة لإتاحته لهذا التعاون مع الجامعة من أجل إيجاد سبل إدراج المرأة في عالم الأعمال في القطاع الخاص باعتباره وسيلة نحو التقدم. أما المتحدثة الرئيسية في المؤتمر السيدة هيفاء الكيلاني مؤسس ورئيس المنتدى العربي للمرأة أكدت في كلمتها أنه لتحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة يجب على المجتمع العربي أن يبني استراتيجية وسياسة تنموية مستدامة مع التركيز على حقوق الشعب العربي الذي يمثل أثمن موريد لديه النساء والشباب. من ناحيتها استعرضت سعادة نور النومان المدير العام للمكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي استعرضت ما قامت به سموها من إنجازات في مجال العناية بالأسرة والنشأ وذوي الاحتياجات الخاصة. المنتدى وخلال محاوره سيثبت مدى متانة الأسس التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة لتمكين المرأة والمهنيين الشباب لبناء النهضة العربية الجديدة. لأخبار الدار منى الرئيسي.